معانا اللاعب الشاب الصاعد طبعا ولسه بيبتدي طريقه مع الفريق محمد عثمان. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك متشكر. معانا طبعا احد افضل اللاعبين في الناشئين في افريقيا وفي العرب، معانا عبد الرحمن الحسين اللي كان ضيفنا من حلقه في حلقه من الحلقات القريبه. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بيك كوتش، ربنا يخليك. بنرحب بلاعبنا المحترف الكندي الحقيقه اللي ادى اداء رائع، واللي بالمناسبه خد احسن لعبه في مباراه الزمالك اللي فاتت، والحقيقه ما شاء الله يعني حصدت يعني مشاهدات كبيره على صفحتنا. معانا ريمون زيتو. اهلا اهلا بيك يا ريمون. هلو هاي، نايس تو سي يو. خلينا ابتدي معاك القصه ريمون دي، يمكن عايز اعرف البدايه جت ازاي، لما وكيل اعمالك كلمك قال لك انت عندك فرصه للتعاقد مع النادي الاهلي او جاي لك عرض من النادي الاهلي في مصر، عملت ايه؟ بحثت ازاي؟ جبت انفورميشن زياده ازاي عن النادي الاهلي؟ Okay, so the first initial conversation that I had with أول محادثة رسمية بالنسبة للوكيل بتاعي. It was a long process. It was like 2 or 3 months. العملية كانت طويلة جدا، استمرت لمدة شهرين أو ثلاثة. Interest in signing me. قال لي الأهلي مهتم إن هو يوقع معايا. Feeling was amazing because I had the opportunity to play against Al Ahly Egypt. لأن أنا كان عندي فرصة إن أنا ألعب ضد الأهلي. So seeing them play, seeing them on the other side of the net was great, and كان فرصة كبيرة جدا كويسة جدا إن أنا ألتحق بالنادي الأهلي. كنت متحمس جدا إن أنا ألعب في النادي الأهلي. It took some time to get everything going because they had to finish their season because it got extended to. مع الوقت لقيت كل حاجة ماشية كويس معايا، إن إحنا لازم نكمل الموسم مع بعض. Once everything was good, I was so excited to be here and be a part of the team. كل حاجة كانت كويسة، كنت متحمس جدا إن أنا ألعب مع الفريق، وكل حاجة كانت بالنسبة لي مظبوطة يعني.